مع الناس زينب المالكي. عسلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة وبداية أسبوع موفقة لكم الكل. برنامج يدوم 30 دقيقة يوميا، اسمه مع الناس، يسمع شهاداتكم انتوما، تكونوا مراسلين مواطنين كل يوم، تكونوا جزء من الإعلام كل يوم، وتوصلوا الأخبار والشهادات متاعكم على 58 550 707. مرحبا بكم في حلقة بداية الأسبوع، حلقة اليوم نهار الاثنين 25 جانفي 2021 من مع الناس. انتم تسمعوا في مع الناس مع زينب المالكي. البداية مع حادثة غريبة شهدتها شوارع مدينة سوسة، مطاردة وبركاج واعتداء بالعنف الشديد على شابة تونسية، ناخذ شهادتها بعد شوية في برنامج مع الناس. نهزوكم الرادس والتصاور اللي داروا برشا وعلقوا عليهم برشا ناس، والعثور على كميات كبيرة من البطاريات التالفة على شاطئ المدينة. شنية الحكاية وتفاصيلها زادة بعد شوية. حادثة غريبة للمرة الثانية نحكيو عليها في مع الناس، نحكيو على سرقة مصوغ امرأة متوفية، والمرة هذية في مستشفى الهادي شاكر في صفاقس. شنية الحكاية، تاخذوا أكثر معلومات في الجزء الثاني من الحلقة. مع الناس في نشرة أخبار المواطنين، أنت الصحافي، اطلبونا على 58 550 707. خليكم معنا خاطر زاد ختام البرنامج باش يكون مع الموجات الإيجابية. مواطن تونسي من ولاية نابل يقدم مبادرة تطوعية لفائدة الخطوط التونسية. شنية المبادرة متاعه التونيسير؟ تعرفوها في آخر البرنامج. مقبل كيف ما قلت لكم باش نبداو مع حادثة غريبة شهدتها شوارع مدينة سوسة، مطاردة براكاج اعتداء بالعنف الشديد على شابة تونسية. أطوار القصة تقول حسب المتضررة طبعا أنه صار حادث خفيف بين سيارتها وسيارة أخرى في منطقة أخزامة هناك خشاج، ومن بعد يتحول العركة كبيرة. نشوفوا الحكاية هذية بعد شوية. ما يقولوا لي هات نبدأ برادس قبل العثور على كميات كبيرة من بطاريات التالفة على شاطئ المدينة. تصاوري دورو برشا، يشوفوهم برشا ناس، يعلقوا عليهم برشا ناس. حادثة أثارت الرأي العام في الجهة وخلت السلطة المحلية تقوم باتخاذ إجراءات فورية بعد الإعلام من قبل أعوان الشرطة البيئية بوجود هالمخالفة البيئية الخطيرة. يتم فتح تحقيقات أولية لتحديد الأطراف المتورطة. تدخل زاد بلدية رادس خاصة مع وجود شكوك في طرف معين. غضب كبير في صفوف المجتمع المدني والناشطين في المجال البيئي بسبب تواصل الانتهاكات على شواطئ الضاحية الجنوبية للعاصمة. نحكيه على رادس، نحكيه على الزهرة، نحكيه على حمام لنف اللي الأهالي محرومين من البحر متاعهم، وكل يوم قاعدين يراو هالبحر هذية في أنا والشواطئ هذية في أنا حالة وليد. أكثر تفاصيل مع المواطن الصحفي هيكل معانا اليوم. يا هيكل مرحبا بك. مرحبا بك وشكرا على الاستضافة. شكرا لك اللي انت موجود بحذانا. هيكل، ساعة كيفاش تم العثور على الشارج هذية متاع البطاريات، كميات كبيرة من البطاريات، شكون فاق بهم في أنا وقت؟ احكي لنا التفاصيل هيكل. للأمانة فاقوا بهم المواطنين، وبالطبع احنا كتنسيقية متاع مجتمع مدني وبيئي في وسط شيهة بن عروس بشكل عام ديما وين ثم حاجة المواطنين يتصلوا بنا. ثم بعدين جات الشرطة البيئية للأمانة، معناتها بلدية رادس زادت كيف بعثت وفد باش شافوا الحادثة هذه. والحادثة هذه تتمثل من عشي اللي كان عباد يعرفوا شنو هما حاشدات معناتها كهربائية ديبيل البيل اللي هو منتهية الصلاحية، لكن نعرفوا أنه البيلات هذوما رأوا فيهم مادة سامة معناتها نطلب السلامة للجميع، معناتها المواد هذيك خايبة واللي تأثر على المواد المائية وهي في السبخة، معناتها في السبخة وخريبة للبحر، معناتها نتصوروا معناتها الكوارث اللي تنجم تعملها معناتها أضرار على دي ديمونسيون مختلفين، بحذا السبخة وبحذا البحر، ونحن نعرف المواد التوكسيك اللي موجودة في البطاريات هذي. منين جيت هالبطاريات يا هيكل؟ والله توا فما تحقيق قائمة به السلطة معناتها المحلية والجهوية على أساس باش يثبتوا. مازال ما عندناش معطيات، معناتها ما نجموش نتهموا أي إنسان. مع المشكل اللي توا يلزمنا كيفاش نخرجوا هذيك، علاش؟ على خاطر هي وقت اللي تتحلل يخرجك الماء نتاعها ويهبط في وسط
الارض وفي السبخه. هذا اللي اختار توا مشكلتنا انه يقع معالجه هذاك وهذانا. يبدو انه بلديه ترادس قاعده تبذل المجهود لكن الحكايه هذه تتجاوزها على خاطر يلزم تقنيات معينه باش تنجم تتخذ. ومن بعدين المشكل الكبير اللي عندنا في تونس اللي راهو ما عندناش شكون يراسك الهنيفات هذه. عندك هما وكل ما هو اوانب من تعذوق التيزنيا والكل ما ثمش. كانت قبل لونجيت توا سكرت عندها سنين ما عادش تخدم. وبالتالي ما حتى اذا كان باش نهزوهم لكن فما جمعيات اخرى اللي قاعده تخدم على روسيكلاج كيما تونيزي روسيكلاج مثلا وغيرهم اللي تنجموا لا 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 يتصلوا بهم. هذوما اللي الجمعيات كيف نحن ولا كيما كل كي نخدم على روسيكلاج نخدموا على النفايات المنزليه. اما النفايات الخطيره النوع هذا النفايات التوكسيك النوع هذا ولا توكسيك معناتها ماناش مؤهلين نحن يقروا معايا معناتها امكانيات كبيره فهمت. واحنا راهو في بنعروس بصفه عامه وفي رادس بالتحديد هذه المره الثانيه راهو المره الاخرى بحذا رادس مليان زاد كيف لقينا معناتها قمامه موجوده غادي زاد كيف توكسيك ودخلت السلطه باش عاودوا هزوهم وكل شيء. فمش العمليه الاولى هذه معناتها توا العمليه هذه قاعده تتكرر وما نعرفش اسكو وين ماشيين باللوح. بخلاف النفايات احنا نزيد نعلمكم اللي احنا في رادس راهو وفي وسط الغابه نتاع رادس على 100 متر وعلى الولايه وعلى اداره الغابات وعلى المركب الرياضي عندنا جبل بالقمامه معناتها المنزليه اللي محطوط غادي اللي ياكل ويهتري وقاعد معناتها هذا موجود وعندنا تصاور ووثقناه. معناتها المشكله معناتها مشكله هي خطيره خطيره وخطيره جدا الى ما تبش نمشي عاد كما قلت انت عندها بحر لانه يلزم تحط في بالك انه البحر نتاعنا اللي في رادس ولا لا من جمله الاسباب اللي تهلك فيه هو يجينا من السبخه نتاع سليمان على خاطر فما لوناس قاعده تصب في البحر وفما عركه اخرى توا موجوده في شيره قربس اللي زاد يحبوا يحطوا ستاسيون ديبوراسيون غادي واللي هما ما يخضعوش للمواصفات وحتى ليزيتود دامباكت ماهمش معمولين. فبالتالي يتصور انت عندك البحر ما انت يعيش المشاكل هذه على الارض نعيشوا في القمامه هذه ما انت الخطيره اللي تتسبب وزيد التعدي على الاشجار وقصان الاشجار في غابات بن عروس. واضح سي هيك خمسين. انا عندي سؤال واحد اخر اللي اليوم الكميات اللي تلقات من البطاريات هذيا ومن النفايات هذيا بقداش تقدروها تقريبا خاطر الناس كل تحكي على كميات كبيره نحبوا نفهموا شويه. كميات كبيره نجم نعطيك القطر ما نجمش بيسال شو القطر تقريبا تو بعد القطر تقريبا يجي 10 متر معناتها ماجين اش في وسطهم وقداش معناتها يمكن معاش 40 50 سنتي معناتها دو ما نجمش على خاطر حتى باش نقربوا معناتها راهو المشكله هما تو البلديه سيجتهم طرف تراب معناتها هكا وخليتهم هكاك اون اتوندون حتى نعملوا معناتها فما تحقيقات معناتها قاعدين نشوفوا كما انت قلت البلديه دخلت لكن يمكن فما امكانيات اخرى لازمها تتحط على خاطر زي نفايات من نوع خاص. وانتو كان نحب نشكرك على الشهاده نتاعك بارك الله فيك باش نقعدوا نتابعوا طبعا الموضوع هذا اللي هو موضوع خطير برشا. نرجع نحكيوا على الشواطئ نتاع الضاحيه الجنوبيه الكل اللي كلها تشكي من التلوث انه البحر ولا ام خاتيكابل انه شواطئ تعيش في تلوث كبير انه منطقه كما منطقه رادس من الغابه نتاع رادس اللي فيها جبل نتاع نفايات الهنيفايات هذه اللي ولات تطلع بطريقه فجائيه شكون سبب فيها شكون حطها غادي التحقيق زاده ينجم يوصل النتائج. فما تدخل كما قال سي هيكل الشرطه البيئيه في انتظار أن نراو نتائج التحقيق. شكرا لك سي هيكل الخمسي اللي كنت معنا مراسل مواطن اليوم مباشرة من رادس. مع الناس احنا من رادس باش نهزوكم كيف ما قلت لكم في أول الحلقة السوسة وحادثة غريبة تشهدها المدينة هذية. الحكاية تقول حسب المتضرة يصير هناك خشاج حادث ظريف بينها وبين كهرباء أخرى المعتدي في منطقة خزامة بالتحديد في سوسة للناس اللي يعرفوا المدينة. المعتدي واصل طريقه حسب الشهادة نتاع المواطنة هذية لكنه تعرض مرة أخرى للمتضرة في منطقة حمام سوسة يستعين بزوز نساء أخرين للاعتداء عليها بالعنف الشديد قدام الناس الكل في واحد من أكبر شوارع المدينة قدام الناس. ضرر كبير من الاعتداء حسب الصور اللي وصلتنا والشهادة الطبية. التفاصيل بطبيعة ناخذوها من عند المتضررة يسر بن علي اللي موجودة بحثنا بالتليفون. يسر مرحبا بك. أول حاجة إن شاء الله تكون بخير يا يسر. والله كفا هكا نصبح من بلاصه لبلاصه غير الحمد لله النوم صحه لي الحمد لله. شنو صار يا يسر بالضبط؟ امبارح
كنت مشاركة معنا حتى كرهت في شارع البوسة ما عرفش متكل دار شارع البوسة في سوسة في سوسة البوسة معوزة شوية معنا فهمت مرافي كرهبة جاية معنا قدامي في بيدي معنا شخطت في كرهبة وانا بعد الاشخالات عادة تعمل هكا الشاي دي يسو يجي معنا يقدم هو ويدخل فيها ما يدخل فيها ما كرهبة عملت حس فيها على الاخرين تعب ضربت حاسيله جيت نزمريني باش معناها تيقف هذا هبطت تمرا من كرهبة تعيط وزيبة من عندها مالها عادة نلقت فم نعرفه واخف قلت له بلي شوفي كرهبتي ضربت ولا الكل قال لي ليه وقال لي اسمع امشي على روحك معلاش عندك فيها فهمت امشي على روحي اش ما نعمل حتى مشكلة بختو هي ضربتني كنت نجم نقلها كونسا وكل مشيت عطيتي قلت مادام فماش اضرار كبيره في الكهرباء عفا الله عما سلف ونمشي على روحي خلي على روحي وزيد معناها العياط وكل حاسيلو مش متقابل اني طفله نعرفها في الجون توريستيك بعد المونوخير اللي بحذا حمام سويسرا وكل نمشي هكا شاده يميني معناها بشويه لاربع طفله مشيت كان الكهرباء تجري ورايا معناها تدوبل عليا تقف قدامي تسكر عليا الكيس وهي مش فيها ما شيء من راس وجه المرأة اللي ريتهم بكري فهمت معناها تتعبط من الكهرباء زوج نسي ويقفوا لي في الشباك تتضرب في الشباك بالقول معناها نتاع باش تكسري فهمت وين معناها ما لقيت معناها ما نجمش نهرب الكهرباء خاطر الكيس مسكر ومن طول خفت تكسر عليها الشباك فهمت دونك جيتي وبيجي باش نحل الشباك ونحكي معها يا حليت الشباك قلت لها يا اخي شبيك معناها سافا شبيك تعيط وكل قالت لي انت ضربت لي كرهبتي وانت ضربت تجري ودرا شنو قلت لها مدام ركنتي معناها ضربتني بالكرهبه واني هزيت روحي ومشيت فهمت واني خايفه على الاخر نحكي معاهم خايفه خاطر وجوهم ديجا تخوف معناها هما ثلاثه اشخاص ما تحسب اللي احنا فهمت هما اي هما ثلاثه زوج نساء وراجل راجل معاه بدي صغير معناها هبطوا معاه من الكرهبه ما فهمتش اني راجل هذايا كيما تخاف على ولدك هبطوا معاك معناها خاف على بنيت وليد العبيد فهمت ما يجيش معنا اللي عملوا بيه طو انت هبطت الشبك تاع الكهرباء حكيتوا مع بعضكم ايه قلت لها ايه بس نحكي معها بس نحكي معها جبتني من يدي هكا وجبتني من يدي وبدأت تضرب فيها بالقوية على راسي وتضرب بساقيها وبيديها وكل تعمل هكا بجنبها طفلة ناحي المرأة الاخرى ناحي صباتها تضرب فيها بالقوية تجبتني من شعري دونك اي معناها كي عملت كي بدي يعملوا كنت حليت بالكرهبه باش نبعدهم بالبيت فهمت كي اني حليت البيت زيد وقتها جدوني الراجل اللي معاهم تفجع معناها بدي عايز عليهم قالوا خي نرمان انتوما ودرا شنو وارجعوا الكرهبه ما تضربوهاش فهمت خاصتي الوين ما كنت ما نعم معناها دخلت وما فهمتش العباد وين في هذا الكل ما فهمتش العباد وين في هذا الكل وقاعدين معناتها انت اعتدوا عليك في شارع معناتها رئيسي في حمام سوسة المدينة اللي نعرفوا اللي شوارعها الرئيسية معناتها فيها برشا ناس فيها برشا حركة معناتها العباد قعدوا يتفرجوا فيك وانت بالجار نلقى الصن نعرفوا معناها هابط مش فيهم حد شيء جمن فيها في الدربايرة فيها ديخة وكل حاسيله الحمد لله وكهو اما ربي بس يحب نقول حاجة معناها رو اي عبد ربي معناها اي عبد يصير له حاجة هكا ما يسكتش انا ذاك شو نحب نسالك يا يسر انت مشيت وما سكتش وشكيت مشيت من ساعه ليله كنا في الارجان في البارح اليوم مشيت للمركز وطلع السيده هي ترى ما عنده سابق بزار الشيء فهمت حاسين هبش نحكي في الموضوع هذا خاطر معناها نخاف على روحي لطف عليك فما تحقيق جاري المهم انت مشيت قدمت شكايه في الغرس لا بالطبع مانيش نسكت معناها وبربي نحب نقول اي عبد درسني يصير له حاجه هكا ما يسكتش على حقه وراو معناها راو ما العبيد زوما ما فهمتش كيف تخمم معناها كيما يخافوا على اولادهم يخافوا على اولاد العبيد فهمت واضح يا يسر يسر مرة أخرى باللطف عليك إن شاء الله لاباس وإحنا باش نقعدوا زادا ديما نتابعوا الموضوع نتاعك كما أنت قلت قدمت شكاية على خاطر أنت تقول في الرواية نتاعك اللي أنت متضرة اللي أنت ما عملت لهم حتى شيء واعتداوا عليك بالعنف وقدام الناس الكل وبعثت لنا حتى الصور دونك مرة أخرى إن شاء الله باللطف والتحقيق جاري وفما شكاية في الحكاية هذه خليكم معنا أنتم شوية آخر باش نحكيوا على حكاية غريبة للمرة الثانية نحكيوا عليها عائلة تقول الولدة متاعهم دخلت للمستشفى دورجانس المرة دي نحكيوا على مستشفى الهدي شاكر في صفاقس السيدة تتوفى الله يرحمها وينعمها لكن المسوغ متاعها
يتسرق. تعرفوا التفاصيل نتاع الحكاية هذه بعد شوية. ونحكي زادة على مواطن تونسي من ولاية نابل يقدم مبادرة التونيسيغ اللي حديث عليها برشا المدة الأخرانية. نعرفوا شنية المبادرة هذه في آخر البرنامج، خليكم معنا راجعين. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا. للناس يقولوا كيفاش نعملوا باش نوصلوا الشهادات متاعنا، ولا باش نبلغوا على حاجة ريناها، ولا باش نعملوا معاكم مراسلة كمواطنين مراسلين، ونقول لكم كلمونا احكيونا الحكاية متاعكم على 58 550 707. البرنامج هذية ليكم انتوما، والأخبار تتعمل معاكم انتوما بعينيكم، شنو تراو وشنو تشاهدوا وشنو تحبوا توصلوا كجزء من الأعلام. كيف ما قلت لكم المرة هذية حادثة غريبة ونحكيوا عليها للمرة الثانية في البرنامج. نحكيوا على سرقة مصوغ سيدة متوفية الله يرحمها وين عمل المرة هذية في مستشفى الهادي شاكر في صفاقس. الجدة تدخل لقسم الكوفيد في السبيطار المذكور، وهي في حالة حرجة نهارين يتم إعلام العائلة بوفاتها، لكن الصدمة كانت أن الفقيدة يتم سلبها في المصوغ اللي كانت لبسته. المتمثل حسب رواية العائلة في 4 أفرادي، 2 بلالط وخاتم، وبالطبيعة كلهم ذهبوا وكلهم يختفيوا. شكون قام بالسرقة هذية وقت اللي الزيارة كانت ممنوعة، وين تمت السرقة، خاصة أنه كاميرات المراقبة حسب كلام العائلة تثبت أن المريضة دخلت المستشفى وهي لابسة قطاع المصوغ اللي حكينا عليهم. للإجابة على الأسئلة هذه معانا اليوم المواطن الصحفي سي علي دربيل ابن المتضرر مباشرة من صفاقس. سي علي مرحبا بك. مرحبا يا أختي. أول حاجة البركة فيكم وربي يرحم الوالدة وينعمها. يوديك سوا يا أختي، يوديك سبحان الحي الدائم، الله يرحمه وينعمها. أمين يا رب. سي علي، الحكاية كيفاش بدأت؟ الوالدة هزيتوها القسم الكوفيد في الهادي شاكر، بعد نهارين يقولوا لكم اللي هي توفيت الله يرحمها، ومن بعد انتوما تفيقوا اللي هي تم سلبها المصوغ اللي دخلت به للمستشفى. هاي هو أول حاجة يا أختي، أول حاجة أنا الوالدة هزيتها عملنا لها تحليل، هي تحليل أكسجين، عملنا لها تحليل غادي في السبيطار في هادي شاكر يعني نيجاتيف. إيه. هم عندهم كيف يقولوا لك نورمالمون، يقول لك راه امك باش نزلوها القسم كوفيد. يقول ما قالوليش اللي امك، قالوا باش نزلوها القسم المعده. قالوا لك باش نزلوها القسم المعده به؟ يعطيك الصحه. نكتشف اللي هو بعد قسم كوفيد. قال لي لا هذا قسم كوفيد، هذا قسم المعده، تو رجعناه قسم كوفيد. نورمالمون تقول لنا من الاول تعلمني. لا الله محمد رسول الله. دخلنا قعد نهارين، بعدين طلعني قال لي كان الولد نتاعك توفيت الله يرحمه وينعمه. اي الله يرحمه وينعمه. تو عملنا اجراءات، خرجوا نعطيهم الباشا، قلت لهم راهي امي عندك هيك مصوغه، قال لي نشوفوا، دخلوا وشافوا المصوغ، قال لي خرجوا، قال لي ما فماش. كيفاش ما فماش؟ قال لي تسرق. كيفاش؟ معناتها في المستشفى، إدارة المستشفى قالت لك راهو تسرق؟ تسرق هاي. مع إدارة مستشفى هادي شاكر هما اللي قالوا لك؟ أي قالوا لي تسرق. كيفاش تسرق؟ معناتها هذه ما يدخل حد، أنا نهارين مقرق باش نشوف أمي ما خلونيش ندخل، يقول لي ممنوع. تسرق من 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 داخل. من جماعتكم. قالت لي ما نعرفش هكاك، كيف شديت أنا صحيح دخل الكاميرا. مش يتبتوا اللي ثم المسوغ ولا نقاو اللي المسوغ نتاعها موجود. معناتها إدارة المستشفى قامت بالتثبت من كاميرا المراقبة وهي الوالدة نتاعك داخلة للسبيطار باش يتأكدوا اللي كان فما مسوغ فيها، وإفكتيفمون يلقاو اللي كان فما مسوغ واختفى. يلقاو كان مسوغ واختفى، وهما في هذيك اللحظة ماذا كيف حولوها؟ حولوها البلاصة من بلاصة لبلاصة، البلاصة الأخرى اللي حولوها فيها ما فيهاش كاميرا. معناتها الماضي ساعة ونص يوم الجمعة، ماضي ساعة ونص كيف حولوها موجود المسوغ. أما البلاصة هذه ديما في وسط مستشفى هادي شيك. ديما في وسط المستشفى، ديما في وسط المستشفى هذاك الواحد ما خرجش من بيت البيت حولوها. بيت فيها كاميرا وبيت ما فيهاش كاميرا. واضح. بيت اللي ما فيهاش كاميرا هما وقت الماضي ساعة ونص هما سرق. اي بيسي علي، الإدارة نتاع المستشفى شنو قررت تعمل بعد ما فاقوا، بعد ما شافوا الكاميرا، وبعد ما تأكدوا اللي هي دخلت بالمسوغ نتاعها، ومن بعد هالمسوغ هذا اختفى، شنو قالوا لك سي علي؟ لا ما خافوا عليك شيء، قال لك امشي اعمل عريضة للجمهورية، امشي اشكي وتبع حقك وبرك. لكن مش باش يصير تحقيق في وسط المستشفى؟ لا 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 لا, لا مش انا ديجا كلمت، عملت قدمت ورقة لمدير المستشفى وصبيتها غاديكا
ثم ما صارش معناتها ثم مشيت للسباحه فهي كانت غاديكا قال لي اعمل اكتب مكتوب المدير المستشفى مشيت الشرطه غاديكا نتاع تبع المستشفى مشيت بيت اولي كان خاطر عليك خليك برا نمشي اعمل علينا الجمهوريه. واضح سي علي دربيل مرة أخرى للبركة فيكم وربي صبركم في وفاة الوالدة متاعك. احنا مش نقعد نتبع معاك التحقيق وكل ما فما جديد تنجم ترجع بحذينا لهنا وتحكي معنا في برنامج مع الناس. اليوم معناتها الكاميرا المراقبة في مستشفى هذه شاكر تأكد أنه سيدة هذه كي دخلت للمستشفى دخلت عند المسوغ متاعها يتفقد وقت اللي هو كان ممنوع عليها الزيارة حتى من أبنائها. اليوم يفتح تحقيق من عند العائلة أن هي تطلب أنه يتفتح التحقيق هذا لكن في وسط المستشفى ما فماش رياكسيون. مستشفى الهادي شاكر كان تسمعوا فينا مرحبا بكم كان تحبوا زادة تدخلوا وتوريوا وجهة النظر متاعكم وشكرا لك سي علي اللي كنت معنا على الشهادة هذه. خليكم انتوما مستمعين مع الناس في الحلقة هذه باش نحكي وزادة على مواطن تونسي عنده مبادرة التونيسير شنو هي الحكاية تعرفوها توت سويت مع الناس. حبينا ختام البرنامج يكون شوية في موجات إيجابية. مواطن تونسي من ولاية نابل يقدم مبادرة تطوعية لفائدة الخطوط التونسية. المواطن بلال بلالونة يقترح مبادرة لتغليف كراسي الطائرات التونسية بصفة مجانية بلاش. يقول بلال اللي هو متطوع للخدمة هذية وطالب فقط توفير الجلد لاستغلال اختصاصه متاعه تجديد مقاعد الطائرات وتحسين جودتها. مبادرة ممتازة وفي انتظار أي تفاعل من إدارة الخطوط التونسية. ناخذ تفاصيل الفكرة من عند المواطن الصحفي بلال بلالونة. بلال مرحبا بك. عايش خير مرحبا بك. إن شاء الله تكون بخير يا بلال. الحمد لله. به بلال أنا نحب نعرف شنو هو الاختصاص متاعك بالضبط. أنا نخدم كرهب وصالونات في نفس الوقت أما الأكثرية نخدم الكرهب. تخدم الكراسي نتاع الكرهب والصالونات وتغلفوا هذاك صح تابيسي معناتها. أي ممتاز. به أنت علاش قررت أنك تعمل مبادرة هذه ولا تقول أنا متطوع لتجديد المقاعد نتاع تونيسير وفروا لي جوست الماتيغ بروميير وأنا نخدم كل شيء؟ والله أنا ما عنديش حتى مشكلة أنا هما خاطر كانوا يوفروا ماتيغ بروميير نخدم هي خاطر كراسي الطائرات ما همش أصعب من كراسي تاع السيارات. أي معناتها أنت علاش قلت علاش قررت تعملها المبادرة؟ شنو اللي خليك تاخذ المبادرة هذه وتاخذ تعمل الفكرة هذه؟ والله خاطر سافرت مرة فهمتني هذا الكراسي نتاع الطائرات حالتهم حليلة. أنت سافرت مرة على الخطوط التونسية تلقى الكراسي في حالة خايبة. حالة مش خايبة أكثر من خايبة. لو قلت علاش هكا؟ ألو نسمع فيك نسمع فيك سي بلال. قلت أنا فماشي معناتها حتى أنا حتى كان ما يحبوش مثلا نخدم لهم أنا حتى ياخذوا فكرة من عندي. فهمتني؟ كيفاش ياخذوا الفكرة من عندك؟ على فكرة التغليف خاطر مثلا هما كانوا يحبوا يبدوا مثلا الكراسي كل مش تكلف لهم برشا الحكاية تكلف لهم برشا فلوس. إي قلت هيك نعملوها بطريقة نعملوها بطريقة أرفق هيك نعملوا ديما خاطر هو تغليف أرفق من الجديد. بيه أنت قدمتش المبادرة هذه رسميا للخطوط الجوية التونسية ولا بعثت لهم لا حاجة؟ لا أنا بعثت إيميل على الباج نتاع ألفا الحامدي وما رجعتيش. بعثت البي دي جي الجديد لشركة الخطوط التونسية بعثت لها إيميل وما رجعتليش. بعثت لها إيميل وما رجعتلكش. بيه كان اليوم تسمع فيك هي ولا يسمعوا فيك في الخطوط التونسية شنو تقول لهم يا بلال؟ نقول لهم كان يحبوا خدمة من عندي اللي موجود في كل وقت. أنت متطوع مهما كان عدد الكراسي مش مشكل مش مشكل ما يقلقش. بيه أنا بلال نحب نشكرك على المبادرة هذية بارك الله فيك. حبينا نسمع من عندك علاش انت حبيت تقوم بالمبادرة هذية وشنو مستعد تعمل. دونك الامر واضح بلال سافر مرة على متن الخطوط التونسية لاحظ لي السياج الحالة متاعهم ما تسرش هو الخدمة متاعه تابيسي قال انا متطوع بالخدمة كان هما يحبوا يجدوا الكراسي هذوما بطريقة يمكن ارفق وهو ينجم يعمل الخدمة هذية ويقول اللي هو وجه رسالة للرئيسة المديرة العامة للخطوط الجوية التونسية. شكرا لك بلال اللي كنت معنا بارك الله فيك على الاتصال وشكرا لكم انتم اللي قاعدين تتابعوا فينا وين ما كنتوا. نعاود نفكر اللي انتم زادت نجموا تكونوا جزء من الإعلام يوميا نتوصلوا الأخبار متاعكم الحاجات اللي قاعدين تراو فيها وتنجموا تكونوا مراسلين ومواطنين يوميا ناخذوا مراسلاتكم ونعديوها في النص ساعة هذية من الاثنين للجمعة
تكونوا كيف ما نقول، ونذكر كل يوم جزء من الأعلام. نشكركم الكل اللي تبعتونا في حلقة اليوم، شكرا لك في الأعداد أسامة السعفي، شكرا لك خلود، شكرا لك آمنة في الإخراج، شكرا لكم فريق الإخراج الرقمي. خليكم مع بقية برامج إيفام، كنت معاكم زينب مالكي في الأمانة. ثمانية تعليل حاتم بالحاج يحاوت النهار. أي خويا.